من ضمن التذكارات المتعلقة بالاضطهاد الأربعيني اللي صار في القرن الرابع نستذكر الشهداء الأربعين، وهم 40 شخص استشهدوا سويا. تبدي قصتهم مع عبدي شوع أسقف في منطقة بيث كشكر الواقعة في محافظة واسط الحالية. كان رجل نزيه، رجل مستقيم، وكان عنده ابن أخ رباه منذ الصغر على الإيمان المستقيم، حتى أنه هو رسمه شماس، لكن هذا الابن مع الأسف وقع في الخطيئة فمنع الأسقف من الخدمة المقدسة. راد هذا ابن الأخ أن يواصل الخدمة على الرغم من حالته الخاطئة، فتوجه إلى منطقة الأهواز واشتكى عند الملك على عم الأسقف وعلى كاهن كان يرافق هذا الأسقف اسمه عبد الله، واتهمهم بتهمة الجاسوسية. ادعى أن هما الاثنين الأسقف والكاهن يستقبلون الروم ويكشفون لهم عن أسرار المملكة، وإحنا نعرف كل زين شنو هذا النزاع الطويل اللي كان بين الفرس وبين الروم، وبالتالي كان أكو كثير من المسيحيين أسهل تهمة كانت تلصق بالمسيحيين اللي موجودين في بلاد الفرس أن هما كانوا يتعاونون مع الروم ويكشفون أسرار المملكة لهم. فهالشكل ابن الأخ اشتكى على عم الأسقف وعلى الكاهن معاه بتهمة الجاسوسية إلى بلاد الروم. لما سمع ملك الفرس بهذا الموضوع وبهذا الكلام، أمر أخو أردشير ملك حدياب اللي هي مدينة أربيل الحالية أن يستدعيهم وأن يستجوبهم وأن يعذبهم إلى أن يعترفون بذنبهم. استجوب الملك الأسقف والكاهن، دافعوا عن نفسهم ضد الأكاذيب، ما خافوا أبدا من الاستجواب ولا من التعذيب ولا حتى من التهديد بالموت. أجبرهم الملك على أن يسجدون للشمس، لكن هم رفضوا أن يتنازلون عن إيمانهم بالمسيح على الرغم من كل الآلام التي واجهوها. أخيرا وضعهم الملك بالسجن، ولما أوشكوا على الموت ساعدتهم امرأة كان دارها ملاصق للسجن، فتخفت بالليل وانطتهم خبز وماء، فاعتبر الأسقف والكاهن هذه المرأة هي واسطة استخدمها الله حتى من خلالها يجي الحياة من جديد لهم. وبقت المرأة تساعدهم طول فترة بقائهم في السجن، وكان الحراس يتعجبون شلون بقوا الاثنين على قيد الحياة كل هالمدة الطويلة. بعد فترة الملك دعا الشماس الخائن وسأله إذا كان أكو هناك مسيحيين آخرين في بلاد كشكر، فأجاب نعم، وأعرب حتى عن استعداده في أن يجلبهم إلى الملك، فتوجه الشماس إلى كشكر حتى يقبض عليهم. وكان أسقف المدينة عبدة خرج لزيارة أبرشيتة بصحبة كهنة وشمامسة، وما كان يعرف شيء عن أوامر الملك الجديدة، فوصل إلى قرية فيها رهبان وراهبات، ولما كان نائم شاف رؤيا، فأيقظ الكهنة اللي كانوا معه وحكى لهم شنو الحلم اللي حلمه. حلم أنه أكو ثعبان أسود كبير وقح وقبيح رهيب المنظر، وشاف عصابة من العصافير، مجموعة عصافير عددها 40، فهجم عليها الثعبان وابتلعها واحد وراء الآخر حتى قضى عليها كلها، وكأنه تنبأ بالحلم مسبقا باستشهاد هؤلاء الأشخاص 40. وتكررت الرؤية وشاف بيها حتى الباتريارك مار شمعون بر صباعي محلق فوق رأسه وكشف إلى عن استشهاده. في صباح اليوم التالي وصلوا الأشرار وألقوا القبض على الأسقف عبدة وعلى الرجال 28 اللي كانوا معه، وكذلك أيضا على 7 نساء كانوا موجودين هناك. اقتادوهم إلى مدينة كرخ ليدان في منطقة الأهواز وبدأوا يستجوبوهم، وهم بالمقابل دافعوا عن إيمانهم المسيحي بكل ما انطاهم ربنا من قوة. هناك أيضا كانوا أخوة 2 برحذ بشبة وشموئيل تبعوا الجماعة طوعيا بإرادتهم من بلادهم حتى يوفرون لهم احتياجاتهم.
وما كان ألقي القبض عليهم لأنه كانوا ذاهبين إلى المدينة حتى يجلبون الطعام للجماعة، وما عرفوا أن هم الجماعة اقتادوهم إلى السجن ساعة 3 وأنه تنفذ بهم حكم الموت. فلما عرفوا بهالموضوع راحوا إلى جثة الأسقف عبدة، احتضنوها وأخذوا من دم الشهداء ومسحوا بجسدهم اثنيناتهم، والتمسوا من القتلة أن يقتلوهم هم أيضا. فرفض القتلة في البداية لأن أسماءهم ما كانت موجودة ضمن اللائحة اللي مطلوب أن يقتلون، لكن ظلوا يقولون لهم أن هم مسيحيين وأن هم يكفرون بآلهة الملك الكاذبة، فصدر الأمر بقتلهم يوم 15 أيار. في اليوم التالي تذكر الملك الأسقف عبديشوع والكاهن عبد الله اللي لا زالوا بالسجن إلى حد هذه اللحظة، فسأل إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، وأمر بأن يقتلون إذا ما كانوا يزالون على أمر على رأيهم من دون أن يغيرون رأيهم. فأخرجوهم من السجن وكانوا قد صاروا هزيلين جدا بسبب قلة الطعام حتى ما بقى لهم صورة إنسان. فأخذوهم إلى الموضع الذي به استشهد رفاقهم، وبعد استجوابهم وسماع أجوبتهم المتمسكة بالمسيح قرروا أن يقتلوهم اثنيناتهم. وكان بالمدينة مزبيين من الروم سرقوا جثث الشهداء، دفنوها بإكرام في أماكن مخفية، وحفروا الأرض التي سقتها دماءهم واحتفظوا بهذا التراب للشفاء. أما النساء السبعة فأمر الملك بأن يرسلون إلى مدينة بيث لافات حتى يقتلون هناك، حتى يصير أكو فد نوع من تخويف لأهل المدينة لمن يقتلون النساء السبعة أمامهم. في يوم الجمعة التالية لقتل الشهداء أخرجهم الحاكم إلى شرقي المدينة، استجوبهم واستشهدوا، واختطفت جثثهم في الليلة ذاته ودفنها المؤمنين في المدينة. هذا التمسك هنا بالشهداء الأربعين تبين هذا القصة، تبين كيف تمسكوا الشهداء مع بعضهم البعض، كيف يريدون أن يعيشون سوية إيمانهم على الأرض مثل ما رادوا أن يعيشون استشهادهم أيضا سوية. هذا يبين لنا مدى التماسك، مدى العلاقة القوية التي تربط الجماعة المسيحية. الشهداء يعلمون فعلا هذا التماسك إلى أي درجة، أنهم يريدون فعلا أن يلحقون بأصحابهم، يريدون أن يلحقون بكل الذين استشهدوا قبلهم، وما يرضون بمصير آخر غير المصير الذي نالوه وهم مشتركين سوية بإيمانهم. فبما أنهم هذول استشهدوا فيريدون هم أيضا أن يلحقوهم بالاستشهاد. هذا التماسك في الجماعة المسيحية هو الذي إحنا بحاجة إليه اليوم. إحنا بحاجة أن نكون بقرار واحد، بمصير واحد، نعيش إيماننا بطريقة واحدة غير متفرقة من دون انقسامات، وبالتالي حتى نقدر أن نؤدي شهادة واحدة للمسيح.